فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Then went he forth, i.e. Korah, before his people in his pomp, his horses, mules, servant boys and servant girls, attires of gold and silver and different kinds of arms and clothes. Those who were desirous of the life of the world said, Ah, would that unto us had been given the like of what has been given unto Korah, of wealth. Lo! He is lord of rare good fortune.